على مدينتي المكلا وغيل بوزير وعلى موانئ تصدير النفط والغاز. في سباق مع الإرهاب تستنفر السلطات اليمنية أجهزتها الأمنية فيما تواصل الطائرات بدون طيار مطاردتها عناصر وقيادات من القاعدة في عدد من المحافظات. آخر تلك العمليات كانت في محافظة شبوة حيث قتل نحو 7 من عناصر القاعدة عبر صواريخ أطلقتها طائرة أمريكية بدون طيار على سيارتين في وادي مرخة غرب مدينة عتق عاصمة محافظة شبوة، ما أدى إلى احتراق السيارتين ومصرع من فيهما. تزامن ذلك مع تشديد الداخلية اليمنية من إجراءاتها في العاصمة وبقية المدن وخصوصا حول السفارات والمرافق والمنشآت الحيوية والمصالح الأجنبية تحسبا لعمليات إرهابية. السلطات اليمنية والأجهزة الأمنية الاستخباراتية والجيش اليمني تمكنوا خلال 48 ساعة الماضية من إفشال مخطط كبير لتنظيم القاعدة في جزيرة العرب. اللجنة الأمنية العليا أعلنت إحباطها مخططا كبيرا للقاعدة كان يستهدف تفجير منشآت ومقار عامة في عدد من المحافظات أواخر رمضان وخلال العيد. وقالت مصادر حكومية إن المخطط كان يشمل السيطرة على بعض المدن منها المكلا وغيل باوزير وموانئ المشتقات النفطية ومنشآت الغاز في شبوة من خلال استخدام عناصر للقاعدة متنكرين بالزي العسكري. تهديدات والسفارات، السفارات هي موجودة ونقلوا بعض من مواطنيهم، ولكن أكد لك السفارات هي موجودة بصنعاء ولن تروح من صنعاء إطلاقا. هم فعلا راعين المبادرة الخليجية وموجودين، والتهديدات هذه هي تهديدات كلها أكثرها دعاية وأكثرها حرب نفسية. تواكب هذه التطورات تواصل إجلاء بعض الدول الغربية لدبلوماسيها وموظفيها وإغلاق عدد من البعثات والسفارات في صنعاء لمخاوف أمنية من اعتداءات وشيكة. الآن مشاهدينا انتقل إلى زميلة دعاء المساء.